السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي هم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي هم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا، وكنا نقول لكم واش كنا نقول لكم. الحمد لله يا ربي، اولا راه درها يعني المسؤول، يعني المسؤول اللي كان يعني كان عارف واش كاين في تاع الايفان 3 وكيفاش يجيبوا اللعابه من اجل صفة لعاب دولي فقط، يعني وين كنا نقول لكم فيها يعني. والحمد لله يا ربي الامور تنكشف، يعني هذه كلش من انا على ولد نقول لكم يا ودي، انا والله ما نوصل للاعب، والله يا المدرب تاع الايفان 3 ما نهدر عليه، والله يا المدرب تاع الايفان ما نهدر عليه، والله يا تاع الايديسات ما نهدر عليهم. خاطش هذو مأمورين، هذو محطوطين، هذو عطاوهم الدراهم، اروح رقع عندك دراهم اروح على بالك مشي طاوهم الاولى يجوا يخدموا بحسن النيه تاعهم، والله لا يجوا يخدموا بحسن النيه تاعهم. الا فاي يجي لنا تعطيسي بالكارجا يجيبوا له لا ليست، يقول ما يعرفهمش اللعابه، ما يعرفهمش، او يجيبوا لعابه من الوكالات، يعني وكال اللي تابعين كاينه وكاله في باريس وكاينه وكاله في لاسويس، هما اللي يجيبوا اللعابه لهنا. وهذوك اللعابه كنت بقاو تتبعوا في اسماوتهم، تحققوا مليح في اسماوتهم، تصيبهم جابوهم في 2020 2021 باك تعقلوا عليها. ميزاتشي كان يدير في حمله يدير لك زاتشي لقد عاد من عاد الى صوابه، واو منه وشاهد المدرب المنتخب الوطني يعطي رساله مؤثره لهذا الشباب، تعقلوا عليها، راكم عاقلين على هذه الصلاه 2020 2020، يا غير هنا ماشي 1920 ولا 1920 2020 هنا هنا حبه حبه اخويا، هنا هنا برك هذا مكان. هيا كان يقول لك هذاك مدرب، مدرب دار دار لهم رساله مؤثره والبكاء والنواح. يا مساكين هذوك اللعابه اش دايره، اللعابه ذوك جايبينهم يعني سقسيها روح السلام عليكم، روح انت تلعب واه عندك ماناجير يقول له واه، كي يقولوا عندك مناجر ما تجيش دور، ما تجيش دور به، اروح عندك ما عندكش مناجر اروح اروح ليكيب ناسيونال. هاي هارم كاين كاين جوالا، يعني انا ماشي باغي يجيبوهم، انا ماشي باغي يتصلوا بهم. خليني من الحجام، خليني من الشعيبي، كل هذوك عندهم دي بروجي تاعهم يلعب في ليكيب ناسيونال. انا على هذوك الشباب كيفاش يخدموا بهم ويعاودوا يبيعوهم، يعاودوا يبيعوهم. اسمع 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 اسمعوا 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 اسمعوا. يا كنا نتكلم على نفسي انا، يعني درت عملت تقريبا 16 درت معاهم 10 تربوصات. اه وكنت حضرت المباراه تاع الكونغو في الذهب. وكي صرا المشكل هذا كنت هي طاحت لابيريود اللي طاحت اونتر الماتش الي روتور كانت كورت 4 ايام نلعبوا في الصيف. ما حبيتش ناخذ القرار، قلت خلي نكمل الماتش هذا كالكو سوا لو ريزولتا، كاليفيكاسيون او ديسكاليفي انا كيت فوالا ننسحب. وعلاش الشيخ؟ المشكل انا عندي مبادئ وشخصيتي ما تسمحليش نقبل الامور اللي صراو. يعني الحمد لله راني في 30 سنه في الميدان. الله يبارك. ما نمتش لو سي في تاعي. والله العظيم كاع الناس على بالهم شكون اللي ولا يدير، على بالك شكون اللي هذه الوكاله اللي جايه في فرنسا وشكون اللي يفرض لعابه وش... يا الناس الناس اللي دايره تبات بزنيس، كان اللي داير كان اللي ما عندوش دور، على بالك كان اللي ديبلوم تاع مدرب ما راهش محوس عليه، على بالك اش داير. كنت بقى تشوف فيه تصيبو ريجيس كوميرس يدخل به دراهم، والله العظيم هنا في الجزائر في المنتخب الوطني في فئات المنتخب في الاتحاد ناس عليه قادر. قال لك لا، قال لك الصحافه كانوا باغيين نخسروا امام النيجر في طوطه تفركت. يا ودي الناس خسرت مع الكاميرون كاليفيكاسيون كوب دي مون ماتش دو باراج لا دانيير مينيت، الصدمه تاعها يعني اكثر من كلش، والناس ما راحتش تحس حسن كيما مع النيجر. يقول لك مار، يقول لك مار واش عندي اوغندا وعندي عندي الاخرى تنزانيا نربحهم، ما النيجر يخسر منا. اسمع 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 اسمعوا اسمعوا سمعت شو مليح. اسمع المشكل انا عندي مبادئ، انتوما كاع عارفين شخصيتي ما تسمحليش نقبل الامور اللي صراو. يعني الحمد لله راني في 30 سنه في الميدان. الله يبارك. ما نمتش لو سي في تاعي المتواضع، نقول جربت كل فئات
صح. كل مستويات كونت لاعبين اللي يقول لك ما كاش مكونين، انا مكون ثانيك صح، وعملت في الاكابر ودرت نتائج ما جابونيش لي يو 23 بور مي بوزيو زيو فير ياك ما شاء الله ما جابونيش على عينيا، جابوني على مي كومبيتونس. مالوروزمون شخصيتي كانت ديرونجي كلكو بيرسون اللي كانوا عندهم فايده في الفريق هذا. وشنو هي الفايده شيخ؟ فايده سي دي جوار يدير لهم دي ستاتو انترناسيونال باش يعاود يطلع المستوى تاعهم يتباعوا. تسمى تقول بلي كنا نجيبوا لاعبين المنتخب الوطني لا كنتش نجيب. لا لا اسمح لي اسمح لي انا كاين لاعبين. اسمح لي اسمح لي شيخ، قلت كنا نجيبوا كي بالعموم او كان يتم انتداب لاعبين لاقل من 23 سنه للمنتخب الوطني من اجل فقط منحهم صفه لاعب دولي. صفه لاعب دولي. جوار يجو اون ا جوي كونتر الكونغو عندهم تبيان اون ا بيردو 4-1 4-1 روا جوار لعبوا من بعد ايزون ديكلاري بليسي في الماتش روتور الور كو سيتي بالكا كيفاش ما شفتهمش انا بليسي من بعد ديكلاري بليسي في روتور وهاد لو ماتش كونتر الغانا هاد لي جوار كاع ما كانشهم كاع في لي ستاج صح كاين المدرب دار تصريح قبل غانا طالب بان اعتمد على لي ريزو سوسيو على بعض المناجره لانتداب لاعبين لا الاخ جلال واش يقول ما يهمنيش انا نهضر على نفسي انا ما كنت حاضر مع الغانا نو no. قبل انا كله. انا يا لو ستاج اللي تندار هنا في الجي رحت لا دي تي ان حطيت اون ليتر اكسبليكاتيف على مون ابسونس لو ستاج هذايا هاو على انا ما تفاهمتش مع المدرب على هذا الشيء صح والله ما تر اي هذا هو يسير انا في 10 ايام التاليه راه نقول لكم اي والله ما تربحوا امن بلي والله ما تربحوا ابك بلي تقولوا ابك والله ما تشوفوا الضوء ابك بها ولا بالبيكم وخاتش عليه ما عندكمش حسن النيه انا راني نقول لكم كونوا جيب ناس وطنيين جيبوا ناس وطنيين جيبوا رجاله جيبوا ما عندكمش الله غالب ما راكمش وطنيين باش تجيبوا وطنيين نتحداكم انايا كونوا رجال كيما فاطمه ساموراي انا على بالي كاع شكون اللي قاضب بالموروبور في الفئات الشبانيه ولا ضربوا صورتو مي حلوا واحد الاكاديميه في باري حلوا اكاديميه في باري خلينا تاع لاسويت اكاديميه خلينا تاع هذيك تاع قطر كاينه اكاديميه تاع قطر علاش اليوم ديلور راه مليح ديلور يعيطولو كونت النيجر لعبوه الي روتور مع النيجر علاه لعبوه الي روتور مع النيجر شباب ديلور ولا عينيك حليل ولا شتايلا ولا شعرك حل الفور ولا شتايلا ولا واش مدمعه ولا شتايلا لا ماشي هذا السؤال ديلور باش يروح للخليج ها 31 كيما بولايا مسكين كانوا يجيبوه جيب عرضوا عليه هود طايق بولايا هم لكم بولايا كان مايسترو في ميت ايوا او يهضروا على بولايا بالفوزيل بلال عمراني اللي جابوه بلال عمراني على جابوه بلال عمراني مي كان عنده 26 27 كنا نقولوا له يا ودي مي ولات عنده 30 عام جابه كخاصو ستاتي وكخاصو ماناجر جابوه حطوه في ديك قطر هذيك ماناجر تاع قطر كاين بزاف امور نتوما تعرفوهم كاع شوشو نتوما كاع تعرفو حنا رانا نلمحو كيما كنت انا مكاش يسالني راني نهدر مكاش ماناجر في قطر وكاله في قطر كاين غير وكاله وحده كاين بزاف كاين وكاله وحده في باري كاين وكاله وحده في لاسويس نتوما راكم عارفين حنا نقولو لكم كيما نتوما عارفو هون نجيب لك انايا طابله كارني انا ما نقولكش مين تبدا تاكل كول تبغي الحرير تبغي قول دبر راسك هذه يا خويا والله ما تربحوا هاي نقولها لكم اقسم بالله ما تربحوها انا نقولها لكم والله ما تشوفوا الضوء انا خباثه في قلوبكم حيليين خباثه اي ما تبغوش بلاد تبغوا الدراهم تبغوا بلد بابيكم تاع حاجه وليتوا دايرين السمساره هنايا اي كابي هو قال لك لارف هو هود لارف تحيا ايكابي تحيا الكاميرون انا اقول لكم هود لارف قال لك هود هيا ديغاش ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو واللي مشي ابوني معنا وان شاء الله ديما معكم بجديد وربي يحفظكم خاوتي وصحابتكم.